أول ما منقول الدولة دغري منتذكر دولة القهوة، ما كتير بيفرقوا عن بعض. شكل الدولة الكبير بيشبه شكل دولة القهوة الصغيرة، وعلى قولة المثل كبرها بتكبر وصغرها بتصغر. يعني الإيد يلي منمسك فيها الدولة الحكومة، وقلب الدولة يلي منحط فيه مي البلد، والقهوة هي نحنا الشعب. وفي اللي بيعمل القهوة وبيتحكم بنكهتها وعيارها، وفينا نسميه النظام يلي بيحكم الدولة. وفي أنواع كتير للنظام، في أنظمة ديمقراطية وأنظمة ديكتاتورية وأنظمة شمولية. آخر شي بيطلع فنجان القهوة، يا طيب يا بتكب كل الدولة وبيصير بدك تعمل من جديد دولة قهوة. وهيك ببين معنى أنه الحكومة جزء من الدولة، والنظام هو يلي بيمشي مؤسسات الدولة. ولما الشعب يقرر يسقط النظام لازم ينتبه ما يسقط الدولة مع النظام. الدولة بتبقى لخدمة الشعب، إذا سقطت بتروح كل القهوة، يعني بيروح الشعب مع الدولة، وهذا أخطر شيء وبيرجعنا للعصر الحجري. وبما أنه رجعنا للعصر الحجري، تعالوا نشوف كيف تشكلت الدولة. رجل الكهف ما كان بحاجة دولة، كان هو ومرته، قاموا قرروا يجيبوا أولاد، وأولادهم كمان جابوا أولاد، والأولاد صاروا فتحين وأذكياء وعملوا شغلات حلوة. بس الأولاد تقاتلوا وصار في مشاكل، وهي المشاكل ما كان حدا يلاقي لها حل. قاموا اتفقوا بعدين إنهم يختاروا ناس من الطرفين ليحكموا بالعدل بيناتهم، ومشي الحال وانحلت المشكلة. بس المشاكل كترت وصار عدد الناس اللي يحلوا المشاكل أكتر، وصار بدهم أماكن مخصصة، أبنية يعني. وهي الأبنية صار بعدين اسمها مؤسسات. بس الدولة كانت ضعيفة، ما كان في حدا يحميها. قاموا اجتمعوا الناس مرة تانية وقرروا يختاروا ناس أقوياء وإلهم عضلات ليحموا هي المؤسسات، وسموهم الشرطة. وبعد ما صارت الدولة قوية من الداخل صار في إلى أعداء، وهيك صار بده الناس لتحمي الدولة من الخارج. قاموا ردوا اختاروا ناس أقوياء وإلهم عضلات وسموهم الجيش لحتى يحمي الدولة من الأعداء. وهيك صارت الدولة قوية من الداخل والخارج ومحصنة ضد أعدائها، وصار اسمها رسمياً دولة.